Let's talk عربي شوية. بنسولف عربي أكيد لأن ضيفنا صار جاهز إنه يكون معانا على الهواء. ضيفنا اليوم حقق نجاحات في أصعب الظروف، ظروف الحرب الأهلية والأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة في بلده في فترة الثمانينات، ومع هذا كمل دراسته في مجال الإخراج اللي يحبه وفي بلدان أوروبية متطورة في هذا المجال. المخرج سعيد المارو بدأ مسيرته بعد تخرجه في ألمانيا، وهناك أخرج كليبات للفنانين المحليين، ووقع عقد مع قناة ART ومكتبها في ألمانيا ثلاث سنوات بين سنة 96 و99. تحديدا في سنة 99 آمن فيه الفنان الكبير محمد منير بعد حفل صوره في روما، وكان بأسلوب وايد جديد. وبعدها أخرج الكليب الأول سيا سيا لمحمد منير، ومنها تعرفنا على المارو وأسلوبه الفريد في الكليبات الغنائية. وبهالفترة كانت صناعة السينما شبه متوقفة في لبنان، علشان كذي حول ضيفنا للكليبات وخلاها تشبه الأفلام القصيرة بألوانها ومؤثراتها المبهرة وقصصها المتنوعة بين الأكشن، فانتازيا، حتى الكوميديا. أغاني مثل أنا ليك، سامو زين، دلع، كاظم الساهر، قرب لي، والكفوري، الحب والوفاء، ماجد الرومي، شخبط شخابيط ناسي عجرم، ما وحشناك، محمد عساف، وغيرهم أغاني وايد. كل هالأعمال كانت لها يعني اسلوب مختلف كصوره وجو غير، بس ما راح اسولف وايد عن الكليبات الغنائيه وهالموضوع، راح اخليكم تسمعون نموذج او جزء من الاعمال اللي اخرجها ضيفنا اليوم سعيد المارو. يلا نسمع مع بعض. اوكي، ما راح نسمع مع بعض الحين راح نسمع. يا امل بكره انا ما بديت اللي كلام، انا طول ما انا جنبك يا حبيبي. ما وقف ضيفنا لهني، سنة 2009 تحديدا. ليش أنا مركز على هالسنة؟ لأنه اشتغل مع المخرج الأمريكي الكبير مايكل باي، كان فيجوال كونسلتنت في الفيلم الضخم ترانسفورمرز ريفنج أوف ذا فولن. أوكي، بعدها بسنتين أطلق فيلم الأول 365 يوم سعادة اللي كان من إخراجه وبطولة أحمد عز ودنيا سمير غانم. نوصل ل 2019 أصدر فيلم الثاني الفلوس من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة، واللي حقق إيرادات عالية بأكثر من 45 مليون جنيه فقط في مصر غير الدول الباجية. حاليا سعيد المارو مشغول في إخراج فيلمه ولا غلطة اللي راح يكون من بطولة زياد برجي، جيسي عبدو، وأيضا مسلسل دور العمر اللي هو راح يكون من بطولة سيري عبد النور وعادل كرم. اليوم راح يكلمنا عن هالتجارب وأكثر وبالتفاصيل. ليش؟ لأن معاي الحين على الهواء المخرج الكبير سعيد المارو. مساء الخير وحياك الله في مارينا اف ام وبرنامج Let's Talk. حبيب قلبي، مساء النور لألك ولا لكل الجمهور الكويتي الحبيب، ولا إذاعتكم حبيبي يا عبد الله. شكرا كثير، وحبيت هيدا التقديمي واسم الله عليك، يعني ما خليت شيء. حبيبي انت تستاهل حبيبي. وانت مشوارك مليء بالنجاحات والاختلاف. حبيبي الحمد لله، يعني هيدا هو الهدف من كل واحد بحب شغله، انه يحقق نجاح ويحقق تغيير ولو بسيط بهذا العالم الكبير الحلو. صحيح. راح نسولف أول شيء عن ولا غلطة، يمكن مو أول تجربة إخراج فيلم لك، لكن فيلمك اللبناني الأول، شلون تفرق هالتجربة عن الأفلام المصرية اللي أخرجتها من ناحية البيئة وطريقة التصوير، من ناحية المواقع؟ هل لقيت صعوبة adjusting مع تجاربك، يعني الاختلاف بين مصر ولبنان الحين؟ هو ليك رح أقول لك شغلي، يعني أول شيء إذا بترجع ل 365 يوم سعادة، كمان كان مصور كله بمصر، بس كان في تاتش خاص فيه من ناحية المواقع التصوير والطريقة والأسلوب والهيدا. الفلوس كمان نفس الشيء، يعني الفلوس تقريبا 70% تصور ببيروت الفيلم. هلا ولا غلطة مشروع فيلم سينمائي، كمان كانت تجربة مميزة كتير، لأنه بظروف الكورونا اللي كنا فيها والهيدا صار في مجال، أنه أنا يمكن كنت ملتهي كتير بالإعلانات وبالأعمال التانية، وهيك عرض علي السكريب
ولقيت انه حابب انا اعمله. هو تجربة مختلفة، مشغول اكتر باسلوب اذا بدك ابداعي اكتر، يعني الضخامة والهيدا ما كتير موجود فيه، بس موجود فيه الاسلوب الخاص بالعمل، في اسلوب خاص. ويمكن لاول مره بحس انا انه عم يتقدم فيلم لبناني بمواصفات الفيلم التجاري الصحيحه السليمه، بمعنى الاخراج والتصوير والمونتاج والموسيقى التصويريه والالوان، يعني احترام كل عناصر صناعه السينما. عرفت؟ جميل جميل. هيدا يعني انت تعرف انه نحن بلبنان معظم المخرجين عم بيعملوا أفلام بتروح للمهرجانات أكتر، صح. يعني ولا حدا فينا من الأسماء اللي قادرة تعمل تغيير بالصناعة فكر إنه يشتغل. هلأ يمكن الظروف لهيدا هي اللي ساعدت، ففتت أنا بهيدي التجربة، وبتصور إنه قد يكون انطلاقة حقيقية لصناعة صناعة تجارة فن. جميل. يمكن مع أن فيلمك الأول 365 يوم سعادة كان فيلم كوميدي ورومانسي لايت، استخدمت فيه مؤثرات وخدع بصرية كبيرة مثل مشاهد أحمد عز في القطار والثلج. لا. هل راح يتوقع الجمهور قاعد تتذكر المشاهد معي؟ يعني إيه. لا يعني ليك بدي لك شغلة. قولي. أنا برأيي إنه سعيد المرؤوف ما بيقدر ما يلعب. صحيح صحيح. عرفت؟ حتى بولا غلطة في هيدا الـ الأفكار الغريبة، أوكي. بس هي دايما يعني أنا بحط الفكرة بخدمة القصة، بخدمة المشروع. عرفت؟ منا شاذة عن المشروع. حلو. بس لا في حلو حلو حلو، يعني راح نشوف التاتش مال سعيد المارو اللي متعودين عليه. طبعا طبعا. جميل. لازم طبعا. حسب علمنا الفيلم يناقش شخصية الفنان زياد برجي كإنسان مهووس بالكمال، عنده معايير عالية في علاقاته. هل نتوقع معالجة نفسية عميقة للشخصية؟ وشنو تشخيص هذه الحالة؟ يعني هل هو طبيعي أو واصل لدرجة مرضية؟ لا هو واصل لدرجة مرضية. نحن عم نعالج الموضوع، مش بس زياد، يعني نحن بكل الشخصيات اللي موجودين بالعمل. هو صحيح اللي انت قلته انه هو بيعاني من مشكله الكمال، حتى يعني ممكن يقابل شخص حبيبته وهي شبه كامله يعني، بس في تفصيله صغيره فبتخليه يتوتر وبتخليه يهرب وهيك. بس كمان الشخصيات كلها اللي موجوده بالعمل، من فؤاد يمين وانجو ريحان وسلطان ديب ورفعت طرباي وكلهم، لأنه جيسي هي بتلعب دور المعالجة اللي هي العلاج الجماعي اللي هن بيقعدوا كلهم وبيصير كل واحد بيحكي عن مشكلتهم. فإذا كلياتهم في عندهم مشاكل بحياتهم وبنفسيتهم، وهن كل واحد فيهم عم بيطمح يوصل للكمال بس بوجهة نظره. هون نحن منعالج فكرة إنه إذا كان هو صح أو غلط. جميل. أنت صرحت بأن الفيلم راح ينزل في كريسمس 2021، يعني نقدر نقول 25 ديسمبر راح يكون التاريخ النهائي ولا لا للحين؟ لقلك شيء عبد الله، الفيلم كان المفروض نحن استعجلنا بتصويره على أساس ننزل فيه بفالنتاين 2021، بس بسبب ظروف الكوفيد وكورونا والهيدا وما يعني ما العالم ما أنا بتحمس تروح على السينما هلا، فأجلنا المشروع لمظبوط صحيح لكريسمس 2021، يعني 25 مبدئيا. عبد الله إذا ما رجع صار شيء يعني نحن صحيح المشروع صار جاهز almost جاهز، بس يعني على حسب الظروف، يعني أنت وكلياتنا راح نكون فيها يعني. صحيح. يعني متى نتوقع ممكن نشوف تريلر أو تيزر من الفيلم؟ ما هو المشكل أنه أنت لحتى تنزل بالتريلر لازم تكون خلص مأكد من موعد نزول العمل، إيه وإلا تحرق التريلر. عرفت؟ صحيح. لأنه أنت you know التريلر is about
teasing people to go and watch the movie in cinema أو عفوا بال تيروح يحضروا الفيلم بالسينما. جميل. رحنا بالإنجليزي. إيه صح. لا عادي عادي ما في مشكلة. كلمنا عن كواليس الفيلم من ناحية مواقع التصوير, البادجت, ساوند تراك. إيش كثر استغرق تصوير الفيلم؟ الفيلم أخذ 24 يوم تصوير. 24 يوم فقط. ايوه 24 يوم لانه لوكيشناته محدوده يعني مركزين مور كونسنتريت. بس اللي بقدر اقول لك عليه انه بوعدكم بعمل رح تتفرجوا على اداء عالي, تمثيل متطور جدا خاصه مع زياد وجيسي وكل المجموعه حقيقه. جميل. كنا بالكواليس كلياتنا متحمسين وحاسين حالنا لمرحلة إنه عم نعمل مهمة وطنية, عرفت؟ فخاصة بهيدي الظروف عبد الله بتحس العواطف بتكون أكتر هيك حاضرة مشدودة يعني بالضبط, وهيك بتحس إنه في, فكنا one family, عائلة وحدة, كنا عم نشتغل كلنا سوا, عم نتعب, تعبنا كتير في أيام قعدنا 20 و22 ساعة تصوير. بس النتائج إن شاء الله بتكون على قدر التوقعات بإذن الله. جميل. سعيد المارؤي ميزة حبه وشغفه للموسيقى بالوقت اللي بعض المخرجين من جيلك اتجهوا لإخراج الأفلام فقط, أنت للحين متمسك بإخراج الكليبات, شلون تشوف مستقبل الكليبات الغنائية حاليا, وممكن نشوف سعيد يتجه تركيزه أكثر تجاه الأفلام؟ ليك أنا بالأول وبالآخر أنا درست سينما, عرفت؟ صحيح. اللجوء للميوزيك فيديو كان منفذ وكان باب أصلاً انفتح. نحن كنا محظوظين, نحن جيل كنا محظوظ يعني, نحن تخرجنا وأجت شركات كبيرة مثل ART وروتانا وهولي الشركات الكبيرة فتحت هذا الباب العريض بإنتاج الموسيقى, وفي جولدن إيرا إذا بدك أو جولدن إيج اللي هي ما بين 2000 لـ 2010 تقريبا كانت السنوات الذهبية في الإنتاج الموسيقي, في الإنتاج الموسيقي تحديدا, عرفت؟ والعالم العربي عمل تطور رهيب حتى في الخليج يعني, إذا بتلاحظ كمان الخليج كان عم يعمل بومينج بهيدي الفترة على المستوى الموسيقى. وأنا حقيقة مزبوط مثل ما أنت قلت يعني, أنا حدا بحب الموسيقى كتير كتير, بتعني لي الموسيقى. فهي صارت عصفورين بحجر واحد. بس اللي بدي أقولك هو أنه أنا بالأول وبالآخر شغفي الكبير هو السينما طبعا. حلو. والحين صارت الفرصة أنك أنت شوي تركز أكثر على السينما. مظبوط. يعني حتى مثل ما انت قلت بمقدمتك انه انا كمان اشتغلت كليبات اذا بدك سينما كليبس, سينما كليبس اكتر يعني, ما كانوا حتى يعني اذا بترجع لورا بتلاحظ التكنيك اللي دخلته انا بالميوزك فيديو كان كتير سينمائي. صحيح. وبدي اقول لك شغلي انه اول كليب بتصور بنيجاتيف ب 16 مليمتر كان من اخراجي, عرفت؟ وأول كليب 35 مليمتر يعني كل هول التفاصيل, لأنه كنا نحن زمان كنا بتكام وما بتكام ما كان في بعد حتى ما كان في تقنيات اللي اليوم ما كانت صحيح. موجودة. ولكن أخرجت صور يعني من الألفينات, شفنا صور غير يعني, كل فنان سويت له فيديو كليب شفناه بطريقة مو متعودين نشوفها فيها من قبل للأمان. صحيح صحيح. هلأ المستقبل لوين رايحين؟ ما في شك انه السوشيال ميديا, التطور بالسوشيال ميديا والانترنت والهيدا, سهولة الوصول لأي شيء بسرعة غير المعادلة هلأ. عرفت؟ قديه الميوزك فيديو صار مهم؟ لا صار أكتر هلأ إذا بدك الانترنت ميوزك فيديو أكتر يعني أكتر, ما مش على التلفزيون. التلفزيون هو تواجد صار. صحيح. منه أساسي. حين يوتيوب والسوشيال ميديا. Exactly. جميل. كان من المفترض أنك تخرج أول مسلسلاتك في 2015 24 قيراط, لكنك انسحبت من هالمشروع. شنو اللي لقيته في مسلسل دور العمر اللي خلاك تقتنع فيه وتكمل؟ ليك دور العمر هو مشروع مكتوب حلو كتير وخاصة أنه مكتوب من زميل مخرج ناصر فقيه.
صحيح. ومش هينه انه مخرج يعرض عليك مشروع تخرج له اياه وهو كاتبه. عرفت؟ هيدي شغله. تاني شيء انا لما قريت المشروع الاسلوب اللي مكتوب فيه والحكايه كيف احكيه وهيك يعني it is really interesting. انا يعني رح تتفرجوا على شاهد في اي بي على مشروع اي جاس انه رح يكون مختلف بطريقه طرحه. هيدا اللي جذبني. وسيرين كانت معي ب 24 ايراد صح الحين لقيتوا الفرصه مره ثانيه دور العمر صح exactly. انا رايح دور العمر هو رح يكون دور العمر لسيرين. الله اوكي اوكي يس يس. انت وديتني انت وديتني للسؤال الجاي اللي هو ان المسلسل هذا يعني في تميز من عدة نواحي. يعني اول مسلسل تخرجه واول مسلسل يجمعك مع سيرين عبد النور وعادل كرم. صحيح. صحيح. ممكن التصوير رح يبدا تقريبا في شهر 3 بس مبدئيا شلون شايف الكيمستري اللي بين سيرين عبد النور وعادل كرم؟ عظيمه. نحن كنا عملنا يعني خلصنا امبارح خلصنا جلسات القراءه. جميل. الريدينج تيبل مع سيرين وعادل في كيمستري حلو كتير. وبتوقع انه النتيجه رح تكون حلوه. الكواليس حلوه كتير. هي اهم شيء الكواليس لانه بتعكس على العمل الحقيقي. عرفت؟ وعن جد يعني مثل ما قلت لك هو دور العمر حيكون دور العمر لسيرين ودور العمر لعادل كمان. انت حمسنا بشكل كبير. نعم. رح نتفرج على عمل مختلف له بصمة خاصة حتى على صعيد اللونجاج تبع الديكوباج تبع الصورة تبع الإخراج. رح يكون في له خصوصية كمان. يعني جميل. أنا كمان عم بشتغل بطريقة مختلفة حتى أنا I'm challenging myself. حلو حلو. حسب نعم. الكاتب والمخرج ناصر فقيه المسلسل يلمس ثيم مو متعودين عليه جديد بالنسبة للمسلسلات العربية واللي هو السيريال كيلرز. شلون تفرق هالتجربة من ناحية إخراجية وتمثيلية عن المسلسلات الأجنبية اللي من هالنوع؟ يعني السيريال كيلر بهالمسلسل ممكن يكون سيرين ولا عادل؟ ما تبي تقول هذا سؤال كبير كتير. ليك أنا رح أقول لك شيء. هو المشروع بيحكي عن القصاص والعدالة. أوكي. بس هل نحن منتفق على الأسلوب أو ما منتفق على الأسلوب؟ هل وعم نفوت بعمق الشخصيات. يعني نحن فايتين بالبعد تبع الشخصية وبعمق الشخصية. جميل. عرفت؟ Is it a serial killer in a good way or in a bad way? This is the big question. عرفت؟ So هيدا اللي عم نشتغل عليه. يعني أكتر من هيك ما فيني. ما فيك. واضح إنه ما فيك. من صوتك أدري إنه ما فيك. تمام. راح أروح للسؤال اللي بعده اللي هو عرفنا إن المسلسل مكون من 10 حلقات وراح ينزل على منصة شاهد في آي بي. نعم. بعد رمضان يعني ليش اخترتوا إن تكونون برا رمضان؟ يعني هل الوقت غير مناسب؟ لا 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 هذا خيار بفتكر إنه هذا خيار شاهد أم بي سي. هن معتبرين انه هن بدهن عمل قوي بعد رمضان مباشرة. بدهن عمل يكون قوي بعد رمضان مباشرة. جميل. وخاصة انه اليوم عبد الله المنصات بطلت خاصة بس بشهر رمضان. صح. منصات اليوم صارت بأي وقت. عرفت؟ لانه في جمهور جديد دخل على الخط وفرض إذا بدك فرض ليفل معين من الكواليتي. هيدا الجمهور هو اللي ساهم إنه نحنا نعلي الكواليتي. عرفت؟ والاتجاه كله رايح هلأ على المنصات. صحيح. يعني نتفليكس شاهد وغيره كتير. والميني سيريز. يعني كمان الميني سيريز أنا برأيي إنه أنا مع فكرة السيزن عبد الله. yes. يعني 10 episodes بتشوف بعدين ترجع بتفوت سيزن 2 مثلا. عرفت؟ حلو. أنا ما بقى مع المسلسلات الطويلة. هل ممكن نشوفك في تجربة من هالنوع؟ ما أنا هيدا اللي عم بعمله هلأ الحين. هذا راح يكون بهالطريقة؟
it's 10 episodes. حلو. سيزن 1 عرفت، وعم نجهز لسيزن 2 بس رح نشوف على حسب النتيجة يعني عرفت. اوكي جميل، يعني في مبدئيا سيزن 2 بس خلنا ننظر نشوف سيزن 1 احنا بعد. صحيح، يا عين عليك يا تمام. عين عليك. طلعت أخبار بداية الشهر عن كليبك الأول مع الفنان العراقي سيف نبيل، بعضها يعني قالت أن تكلفة الفيديو كليب راح تكون ضخمة وراح يتم تصويره في مواقع مختلفة وفي تأثيرات أو مؤثرات بصرية متقدمة، لكنك ذكرت أن هالمعلومات غير دقيقة، ممكن توضح بخصوص هالتصريح؟ لا أنا أول شيء يعني أنا ما بحياتي عبد الله حكي بالأرقام عرفت، وأنا بعتبر إنه البطولة ليست بالأرقام يعني. أكيد. بالنتائج احنا ما نبي نعرف ارقام. ايه فالارقام اللي انحطت شبه خياليه يعني مش طبيعيه، ارقام مش طبيعيه عرفت، بس هو احيانا يعني بتحس انه لانه بينحط اسم سعيد المروق فبتنضرب الارقام ضرب 10 او شيء ما بعرف شو بيصير يعني مع الناس، بيصير معهم هيك هزه بدن. ممكن الاسم يعني اتس براند يعني اليوم تماما، بس انه بزعل لقلك ليش، لانه انت لما بتكبر الاكسبكتيشن اوكي هيدا بعلم التسويق عرفت، اذا بتعمل اكزاجريشن للاكسبكتيشن عند الجمهور باللاوعي تبعه مهما عملت بعدين لو عملت تايتانيك ما راح يتقبله متوقعين شيء اعلى which is غلط يعني، هيدا التسويق هو فكر خاطئ ما هيك بيسوقوا يعني عرفت. التسويق لازم يكون ذكي كتير وعلى القد عرفت. اللي بقدر اقول لك عليه انه نحن تقريبا ان شاء الله ب 27 شهر تصوير سيف يعني هلا عم بعطيك التاريخ لك هلا اول حدا معك التاريخ. مرسي. اوكي ب 27 رح يكون تصوير سيف نبيل، هو كليب مختلف اوكي. نحن منقدم كادو للجمهور وهيدا الهدية لما بنبعتها للجمهور بنشيل عنا السعر. جميل، وهذا شيء ينحسب لك يعني ما في داعي الناس تعرف أرقام بالنهاية الناس تبي تشوف تماماً يعني. تخيل أنا يا عبد الله جايب لك هدية وجاي لعندك على البيت عرفت. صح. طب أول شيء بعمله أنه أنا بشيل السعر. صحيح عرفت يعني ما هي مش أنه أنا ولا وإلا بصير أنا عم بتباهى عليك عرفت؟ عم بتشاوف عليك، فهي ما هذا هو الهدف ابدا يعني. 100% يعني انا ودي ان حوارنا ما يخلص، ولكن احنا وصلنا للختام يا حبيبي، وشكرا لوجودك معنا ولثقتك في مارينا افهم وبرنامج لا تستاك هذا بالبدايه، وثانيا اذا عندك كلمه اخيره حاب تقولها هذا مكانك. انا بدي اشكرك كثير عبد الله، اول شيء انت بالمصري بيقولوا انت مذاكر كويس قوي حبيبي. حبيبي بس انت حدا مبين انه انت معلق بالنوستالجيا سعيد المروق. صحيح كلنا. فانا بدي اشكرك كثير، بدي اشكر الجمهور الكويتي الحبيب، انا كثير بحبكم وعن جد استمتعت معك كثير حبيبي. عن جد انت حلو الحديث معك يعني. let's talk and talk and talk حبيبي. we will talk we will always talk، لأن سعيد المروق دائما يقدم أشياء جديدة، فاللي يقدم أشياء جديدة ويظل متواجد في الساحة هذا مكانه. we will always talk with you يعني. we will for sure حبيبي. thank you so much شكرا man. لوجودك معنا اليوم حبيبي. شكرا. thank you كان هذا المخرج سعيد المارؤ اللي سالفنا معاه عن وايد تفاصيل يا لقدام، وراح تشوفونها بعيونكم. كنت معنا معاكم عبد الله البكور، محمد عبد الرحمن، احمد بن سلطان، سمر رزوقي، وأربيب هوب بالانستغرام.